إن شاء الله راح نتكلم عن درس بسيط جدا وبسيط وصغير جدا جدا. سؤال نطرحه: لماذا يحدث الربو؟ إجابة مبسطة جدا: يحدث الربو نتيجة لوجود استعداد شخصي للتحسس في القصبات بآلية مناعية معقدة تؤدي لحدوث التهاب وتضييق وزيادة في المفرزات القصبية. وقد يكون هذا الاستعداد يعني وراثي، ممكن راجع إلى بعض الجينات التي تنتج هذا المرض، وعلى الطبيب فحص دقيق جدا لكي يتم الكشف عن هذه الحالة بالتفصيل الممل. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.